أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صفّا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء صدق الله.